مستمعينا، تمكن المغامر السعودي الدكتور بدر الشيباني من صعود قمة جبل دينالي، وهو أعلى قمة بأمريكا الشمالية، ويعد هذا الجبل هو الجبل الأخير له في تحدي القمم السبع، وذلك بعد شهر من صعوده إلى قمة إيفرست، وهي كمان مثل ما كتير منكم بيعرفوا أعلى قمة بالعالم. خلونا نرحب سوا بالدكتور بدر الشيباني الموجود معنا على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك دكتور بدر. أهلا وسهلا فيك وجميع المستمعين. ألف مبروك. نحن سبق واستضفناك دكتور، كنت بعدك شوي ببداية الطريق. نبلش بتسلق بهيدي التحدي القمم السبع. اليوم خلينا بلش شوي معك من البداية، لكتير ناس يمكن ما سمعونا أو ما بيعرفوك على حسابات التواصل الاجتماعي. مين هو بدر الشيباني وهيدي الرياضة؟ شوي إذا بتحدثنا عنها، عن أهميتها بالنسبة لإلك. أنا أعتبر نفسي كرجل أعمال ورياضي ومغامر. حب المغامرة ابتدأ تقريبا قبل 7 سنين. دائما الناس بتحب تقعد في دائرة الراحة، مارس نفس الأنشطة، نفس الهوايات، بتقابل نفس الناس، بتاكل نفس الأكل، لكن دائما النمو والجروث يصير خارج الدائرة. سمعت هذه المقولة قلت خليني أجرب هواية جديدة، فكانت هواية تسلق الجبال هي الهواية الجديدة بالنسبة لي. بدأت بالجبال الصغيرة عندنا بالسعودية، جبل أحد، جبال الطائف في الجنوب، بعدين كان أول جبل بالنسبة لي خارج السعودية جبل كليمنجارو اللي هو على قمة في أفريقيا في دولة تنزانيا، وهناك سمعت عن تحدي السبع قمم اللي هي تسلق أعلى قمة جبل في كل قارة من قارات العالم السبعة. استهواني التحدي فبدأت يعني أتسلق الجبال واحدة واحدة إلى ما الحمد لله ختمتها بأعلى جبل في العالم، جبل إيفرست قبل شهر، مباشرة بعده كان جبل دينالي اللي هو أعلى جبل في أمريكا الشمالية. إذا أكون انهيت حلم دام 7 سنين في تسلق أعلى جبال قارة العالم السبع. نعم. يمكن دكتور في كتير ناس عم يسمعوك، أنا منهم صراحة. أنا من الأشخاص اللي من أجمل الأفلام اللي ممكن أحضرها اللي إلها علاقة بتسلق الجبال، هو مثل ما قلت نوع من الأحلام والشي الحلو، ولكن ما حدا بيتجرأ أنه بسهولة يمارس هيك نوع من الهواية أو يفكر فيها. يعني لما بتقولي قررت أني شوف شي جديد، قدي سهل الواحد يمارس هذه الرياضة؟ لأنه فيها عقبات وفيها مخاطر وفيها مش ما بحس أنه أي حدا ممكن فجأة يقلب يصير متسلق جبال. الهواية تسلق الجبال زي أي هواية من هواية الثانية، لابد الواحد يبدأ فيها تدريجيا. يعني عشان الواحد يقدر يتسلق مثلا إيفرست اللي هو أعلى جبل في العالم، لابد يكون عنده سنوات من تراكم الخبرات، تسلق جبال مختلفة، جرب تضاريس مختلفة، جرب بيئات مختلفة. فهي الرياضة يبدأ الواحد فيها تدريجيا، سواء بهايك خفيف أو حتى مشي، بعدين يبدأ بالجبال الصغيرة أو التلال الصغيرة، بعد كذا يبدأ يتدرج في الارتفاعات، وكل ما تدرج في ارتفاعات وطلع ارتفاعات أعلى كل ما صار عنده خبر أكثر، كل ما كان عنده ثقة في نفسه، عنده ثقة بمهاراته، عنده ثقة إن شاء الله بمقدرته على تسلق هذا الجبال العالية. نعم. بياخد منك وقت مثلا كل جبل، إذا بدنا ناخد أعلى قمة في العالم إيفرست، قدي أخدت وقت؟ قدي بدك تفرغ حالك لإله؟ والله يا خدى إيفرست أخذت مني 55 يوم. تخيلي 55 يوم عم تطلعوا؟ بتسلق في الجبل لأنه ارتفاعه تقريبا 8900 متر، ارتفاعه جدا عالي. 55 يوم في البرد، 55 يوم أنام في خيمة، 55 يوم أنام في كيس نوم، 55 يوم لحالك ولا مع الرياح. طبعا أنا ما بطلع هذا الجبال إلا مع شركات متخصصة، ودائما أختار مرشد جبلي يكون من أهل المنطقة نفسها، لأنه زي ما بيقول مثل أهل مكة أدرى بشعابها. فدائما أختار مرشد يكون حافظ مداخل الجبل، مخارجه، تضاريسه، عنده خبرة، عنده شهادة كمرشد جبلي، عنده شهادة كمسعف طبي. في حالة سمح الله صارت أي حوادث أو أي إصابات ممكن يتدارك الموضوع، فهي الواحد بيأخذ دائما احتياطاته في هذه الأماكن الخطيرة. نعم. يعني 55 يوم، قدي كان فيها متعة وقدي كان فيها تعب؟ يعني هلأ بتعيد التجربة مرة تانية؟ بترجع بتعيشها؟
إيفرست لنعيده، لأن إيفرست كان صعب، يعني من أصعب المواقف اللي عشتها في إيفرست. منظر الجثث اللي موجودة على قمة إيفرست في منطقة اسمها منطقة الديث زون أو منطقة الموت، هذه بتكون فوق 8000 متر. لما صعدناها لازم نحط أكسجين لأنه ما في أكسجين، جدا قليل. فكان في جثث موجودة هناك، ناس حاولوا عندهم حلم أن يتسلق إيفرست لكن لا سمح الله، الله توفاهم من شدة البرودة والجليد اللي موجود. محتفظة هذا الجثث بأشكالها، محتفظة بهيئتها. نعم. فكان منظرها صراحة يعني جدا مرعب، يخلي الواحد يعيد التفكير 50 مرة قبل ما يطلع لهذه الارتفاعات مرة ثانية. إذا أكيد لازم نقول لك الحمد لله على سلامتك. وبهالقمم السبعة هيدا التحدي، أول شيء قد إيه أخذ معك وقت لأكملت التحدي؟ وشو المكان اللي تسلقته فعلا كان فيه فقط متعة وبترجع بتعيد التجربة؟ لأنه في جمال في المنظر في الطبيعة وفي نوع من الأمان. أتوقع جبل كليمنجارو في تنزانيا من أحلى الجبال، ممكن أعيده يعني 100 مرة. تنوع الجغرافي في الجبل جميل، سكان الجبل يعني طيبين وقلبهم طيب. جبل يعني أنصح أي أحد، أو ما هو تقني، يعني ما في تكنيكال، لن تستخدم حبال أو تستخدم يعني أكسس أو تستخدم أي شيء، بس الواحد بيمشي مشي يعني. فدائما نصيحتي لأي أحد يبغى يجرب جبل عالي، جبل كليمنجارو، بياخذ تقريبا 2 أسبوع من التسلق، لكن متعته جدا جدا جميله. نعم. في مواقف وحوادث صادفتك خلال هالرحله؟ قد ايه تقريبا 7 سنين اخذ منك الموضوع تسلق؟ هي 7 سنين، اخرتنا الكوفيد سنتين، لكن هي 7 سنين. نعم نعم. طب في مواقف وحوادث صادفتك، اذا في موقف هيك كل ما بتتذكره بتضحك، او صدفه غريبه او شيء ممكن تحكي للمستمعين يشاركون اياه؟ قد يكون في اخر جبل في دينالي، يعني دائما بقول الحمد لله اني ما تعرضت لاي حوادث في الجبال السته، لكن في دينالي في شيء بنسميه كرفاسس او تصدعات جليديه. نعم. تكون فتحات في الجليد عميقه لكن مغطيه بثلج. فسبحان الله وانا ماشي خلاص يعني اخر يوم ونازل من الجبل وحطلع منه، فقاعد اقول نفسي الحمد لله ما عمره صارت لي اي حوادث في اي جبل. شويه طحت في الكرفاز وتصدع الجليدي، يعني الحمد لله يعني انا كنت رابط نفسي بحبل مع الشخص اللي امامي والشخص اللي خلفي، نوع من انواع الامان. فلما سقطت يعني ساعدوني على اني اطلع، لكن كانت هذه اخر حادثه في اخر جبل من الجبال السبع يعني. نعم. بعد ما اكملت هذا التحدي القمم السبع، شو فيه؟ وين الاتجاه؟ ما بعد إيفرست وارتفاعه إلا يا القمر يا الفضاء إن شاء الله. ما في شيء ما في شيء أعلى من إيفرست إلا القمر أو الفضاء. نعم. طيب بالنسبة للسعودية، كتير مستمعين اليوم عم يسمعونا ممكن تكون حفزتهم أنه أوكي عندهم محبة لهذا النوع من الرياضة ولكن مش عارفين من وين يبدأوا، كيف فيهم يبلشوا يجربوا داخل المملكة؟ هو الحمد لله يعني آخر كم سنة في السعودية تم إنشاء اتحاد للتسلق والهايكينج تابع وزارة الرياضة، وفي مجموعات كبيرة من المجموعات الهايكينج أو المشي الخلوي موجودة في أنحاء المملكة. هذه المجموعات قد تكون أول بداية الطريق لتعلم هذه الرياضة، بحكم أنه فيها مرشدين وفيها ناس عندهم خبرة. أغلب مدن المملكة الآن فيها مجموعات هايكينج بالإمكان التسجيل، ويسمح للرجال والنساء بإمكان التسجيل في أي واحدة من هذه المجموعات الهايكينج. وهي الرياضة تنبني على الممارسة وعلى الخبرة، كل ما تسلقت أكثر أو كل ما مشيت أكثر، كل ما زادت خبرتك، كل ما احتكيت في ناس أكثر، كل ما اكتسبت مهارات أكثر. فقد يكون أول طريق دائما الانضمام لواحدة من هذه المجموعات أو لواحدة من هذه الرحلات اللي تنظم هذه المجموعات، وبعدين واحد بيجرب نفسه. نعم. طب دكتور، مجلة فوربس اختارتك بوقت سابق ضمن أكثر رواد الأعمال إبداع بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب أنك أول سعودي حمل شعلة دورة الألعاب الأولمبية. هذه الاستحقاقات كلها إيش بتعني لك وكيف وصلت إلى ما أنت عليه؟ هذه كلها يعني بشهادات أستخر فيها، لكن كما قلت مشكلة أغلب أو التحدي عند أغلب الناس
المكوث في دائرة الراحة، من يوم واحد ما يخرج من دائرة الراحة ويحاول يجرب أشياء جديدة، سواء من هوايات سواء من مهارات، ويثق بنفسه، حيلاقي نمو أو جروث كبير في شخصيته، ويبدأ يكتشف أشياء جديدة ما كان يتوقع أنه ممكن يمارسها. فهي دعوة يعني لكل المستمعين، حاول على قولتهم تخرج من دائرة الراحة، حاول تجرب شيء جديد في حياتك، حاول تغير من شيء في حياتك، وأنا متأكد أنه إن شاء الله حتنفتح أمامك أبواب كثيرة يعني. نعم، شكرا جزيلا لك، شكرا على هالنصيحة للمستمعين. طبعا كل واحد بيحاول يغير أو بيحاول يفتح أبواب جديدة بحياته على حسب المجال المتاح له، لأنه ما بعرف يعني نوع رياضة مثل هيك. قدي حضرتك متجوز؟ يا صحيح. متجوز؟ نعم متزوج، عندي 3 أولاد. ما شاء الله. طيب هون السؤال بقى، كيف؟ صدقيني وقت ما الإنسان يؤمن بشيء، يكون عنده شغف بممارسة شيء، يقدر ينظم حياته بطريقة تسمح له بممارسة هذا الشيء اللي هو. برافو عليك، لأنه أنا كنت متوقعة أو بتخيل أنه في صعوبة عند المتزوج والمرتبط بعيلة ومرتبط بولاد أنه يقدر يعني يمارس هيك رياضة أو يسافر لفترة طويلة أو إلى آخره. أبدا، هي مسألة توفيق من الله واحد، ثاني شيء تنظيم الأولويات وتنظيم المهام. وصدقيني يعني الإنسان لو يبغى يلاقي وقت زي ممارسة الرياضة، يعني في ناس يقول لك ما عندي وقت مارس رياضة، لك 24 ساعة في اليوم، يعني إذا أخذت منها 45 دقيقة تقطعها من مشاهدة التلفزيون، تقطعها من أي شيء يعني لا يعود عليك بالنفس. وطبعا أي عادة يمارسها الشخص أكثر من 3 شهور بتصبح ملازمة له. لا بد الإنسان يخرج زي ما قلنا من الدائرة ويمارس عشان يعرف. طبعا، تجربة خير برهان. أكيد أمثالك دكتور بيخلينا وبيأكد لنا دايما أنه ما في شيء مستحيل، وما تحلم بس، حول الحلم لحقيقة، ما في شيء صعب. أكيد. دكتور بدر؟ أكيد. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. العفو. شكرا جزيلا. شكرا.